الحضارة المصرية تمثل الإرث الإنساني الذي بناه الأجداد ويتباهى بها الأحفاد، وتعد مقصداً لكل الأجناس ليروا عظمتها المتمثلة في آثارها الباقية. يحاول البعض الإتجار بهذا الإرث الذي لا يقدر بثمن، لكن أجهزة وزارة الداخلية ترصد هؤلاء وتقف حارساً أميناً على التراث الإنساني. فقد رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص الذي اتخذ من فيلا بالقاهرة وقراً للاحتفاظ فيه بالقطع الأثرية وتماثيل أخرى مقلدة يستخدمها في إيهام المتعاملين معه أنها حقيقية بهدف الإتجار بها، وكذا عملات أجنبية مقلدة وأسلحة غير مرخصة. وفي اللحظة المناسبة قام رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمداهمة هذا الوقر الذي تحول إلى مغارة بها كل أنواع المحظورات، ونجحوا في ضبط المتحرى عنه بصحبة بعض أعوانه والمتعاملين معه في الإتجار بالآثار تمهيداً لإتمام صفقة مجرمة قانوناً لبيع قطع أثرية. داخل الوكر وبعد التفتيش عثر على مجموعة من التماثيل الجيرية والخشبية والحجارية ذات الشكل الفرعوني والتي يشتبه في أثريتها، منها 13 تمثالاً حجرياً وخشبياً ذات أشكال وأحجام مختلفة، وتابوت خشبي مفكك، وعدد من التماثيل الحجرية. وباستكمال البحث تم ضبط 104 سبائك ذهبية وكمية من الأوراق النقدية الأجنبية فئة $100 مقلدة، كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري وجهازين لاسلكي وكمية من مخدر الآيس وكمية من الأوراق والمستندات المزورة المنسوبة لجهات حكومية، وضبط مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية. الزبون بيجي له عن طريق حد قريبه أو حد معرفته، بيبقى جايبه وبياخد تلت الفلوس اللي هو بيدفعها، بيجيبه لي بمجرد ما بيجي ببتدي أوريله الآثار دي، بيبتدي يتواصل مع أي دكتور بره يجيبه لي ويبتدي يعمل معاه بيع وشراء. وفي الاتجاه ذاته فقد استهدف قطاع شرطة السياحة والآثار مسكن عامل بأسيوط، أكدت التحريات قيامه بالحفر خلسة بالمسكن بحثا عن الآثار، حيث عثر على حفرة عميقة بداخلها 54 قطعة أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، منها 7 تماثيل من الحجر الجيري، كما تم ضبط المتهم الذي اعترف بحيازتها بقصد الإتجار فيها. وتتوالى النجاحات الأمنية المحققة بفضل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التي تمس مقدرات هذا الوطن وإرثه الإنساني والحضاري.